بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة. لا نكاح إلا ببينة، بينة المقصود منها الشهود، وإن كانت البينة لا تقتصر في الشهود، فالبينة كل ما يبين الحكم، أي قرينة إذا كانت مبينة للحكم تسمى بينة. هذا في باب القضاء كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية أو حكمية، ذكر هذه الأشياء. قال: ليس بضروري أن يكون شاهد، لكن القرائن والشواهد الأخرى إذا كانت ترشح لإظهار شيء فهي بينة. الإعلان يكفي إن شاء الله، وهو بينة إن شاء الله، لكنهم قالوا على الأقل يكون الولي وكذلك شاهدان، كما تأتي في أقوال العلماء رحمة الله عليهم. وفي الحقيقة كاد أن يكون إجماعا على هذا المعنى، أنه لا بد أن يكون شاهدان، شاهدان يشهدان، واستشهدوا شهيدين من رجالكم في عامة الحالات، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لكن في النكاح لا شهادة للنساء، إنما هو للرجال. فلذلك يعني الحديث الآتي وهو ضعيف إسنادا، إلا أن إجماع الصحابة وغيرهم يدل على أنه يجب أن يكون هناك على أقل حالات شاهدان. إذا كان الجماعة حاضرة كافي، هذا هؤلاء شهود. يعني ليس معناه لا يكون هناك ولي أو متزوج وحده ولا ولاية، لأنكم تعرفون أن هناك في بعض المذاهب لا يشترط حضور الولي ولا رضا الولي، ما هو كذا؟ فإذا كانت المرأة والزوج يتفقان على النكاح فقد صح النكاح، وإذا لم يكونوا يشترطون الشهود أيضا، فإذا لا فرق بين الزنا وبين، لا يمكن أن تثبت عليهم الزنا إذا حصل منهم قالوا نحن تزوجنا. ولذلك أولا لا نكاح إلا بولي في مكانه، بدون ولي أو من ينوب عنه لا نكاح. فإذا نكحت نكاحها باطل 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 كما جاء في الحديث: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. كذلك الشهود أجمع عليه الصحابة رضوان الله أجمعين ومن بعدهم، كما ينقل الآن ابن حجر الترمذي رحمه الله. الحاصل قال: حدثنا، باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة. قال: حدثنا يوسف بن حماد المعنى. هنا نعم، هذا كنا أخذناه، لكنه فيه كلام على أنه فيه تدليس قتادة واختلاط أبي سعيد بن أبي عروبة، ولذلك ضعف هذا الحديث. قال يوسف بن حماد: هو هذا الذي قلنا حدثنا عبد العالى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. قال يوسف بن حماد: رفع عبد العالى هذا الحديث في التفسير وأوقفه كتاب الطلاق، يعني هذا فتوى ابن عباس هو الصحيح، وليس مرفوعا الصحيح بمعنى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فهو قول ابن عباس رضي الله عنه وعليه أقوال الصحابة، فيكون معناه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون شهود. ثم يأتي الحديث: قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر، غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة ولم يرفعه، وهذا أصح.
يعني كونه عن ابن عباس رضي الله عنه، وإن كان فيه علة تدليس قتادة وكذلك سعيد بن أبي اختلاط سعيد بن أبي عروبة، لكن الصحيح أنه من قول ابن عباس من رواية محمد بن جعفر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ، لا نعرفه أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد العال عن سعيد عن قتادة مرفوعا، وروي عن عبد العال عن سعيد هذا الحديث موقوفا، والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة. وهكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد وهو من الثقات عن ابن عباس رضي الله عنه لا نكاح إلا ببينة. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا. قلنا: فإذا تلخص أن هذا نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا ببينة، أو البغايا التي ينكهن أزواجهن بغير بينة، إنما صح عن ابن عباس رضي الله عنه لا نكاح إلا ببينة. قال: وفي هذا الباب أن عمران بن حسين وأنس وأبي هريرة، والعمل على هذا يعني الحديث ضعيف مرفوعا، لكن فتوى ابن عباس صحيح ثابت عنه، فعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. قالوا لا نكاح إلا بالشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم. هذا نقل الإجماع، هذا نقل الإجماع، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم، فكان إجماعا، والإجماع أحد أدلة الشرع إذا لم يكن هناك دليل من الكتاب والسنة أو من فتوى الصحابة وحدهم، فإجماع الأمة فيما بعد أيضا جعلوه دليلا، وهذا ليس فيه خلاف ولا ينبغي خلاف، إنما الشان في ثبوت الإجماع. لكن الترمذي رحمه الله ينقل كأنه إجماع، هل هناك خوف؟ هل هناك خالف أحد؟ نعم، قال إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم. إذا كان قوما من أهل المتأخرين، إذا كان من المتأخرين أحد خالف هذا القول، فيقال ماذا؟ الإجماع قد ثبت قبل هؤلاء، فلا حق ولا استقام أن يختلفوا الإجماع. هذا هو الذي يرتب بالدليل، فيقال قال الله تبارك وتعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هذا الحديث يثبتون به الإجماع، وأكبر إجماع هو إجماع الصحابة، أصل الإجماعات إجماع الصحابة إذا كان ثبت في شيء ما. ولذلك نحن في مسائل كثيرة نلزم القول بما أجمع عليه الصحابة. الآن مثلا هؤلاء الإخوان الذين يقولون إن الله في كل مكان وإن الله ليس مستويا على العرش وكذا، نقول إن الصحابة قد أجمعوا على أن الله في كل مكان، وأجمعوا على أن الله تعالى على العرش وليس على كل مكان، وأجمعوا على أن لله صفات بدون تأويل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، فأنتم تخالفون الإجماع في الحقيقة. جاء ناس بعد 300 سنة، أبو الحسن الأشعري توفي سنة 329 وأظن الماتريدي 331، فأنتم تأخذون عقيدتهم ولا تأخذون عقيدة الصحابة. بالفعل هذا وارد، هذا الإلزام وارد عليهم من حيث المعقول. نعم، فعلى كل حال إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد. فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا، فكأنهم هم إذا كان أهل الكوفة لا يشترطون الولاية لكنهم يشترطون الشهود، مع أن الطريق الذي يثبت به الشهود أقوى منه إثبات الولاية، لكنه هكذا ورد عندهم، وأشياء كثيرة من الخلل في التفقه بهذه السورة. الآن نقول: بأي دليل أنتم يا أهل الكوفة تشترطون الشهود في النكاح؟
ولا تشترطون الولاية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فكأنه ينبغي ألا يختلفوا في هذا أيضا وفي ذاك أيضا. لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد منهم بعد واحد، إذا أشهد واحد بعد واحد ما معنى؟ يعني كأنهم يقولون إذا أشهد واحد ثم على شهادته يشهد واحد الثاني أنه حضر فلان وأنا أشهد كذا، هذا الذي يقصدون شهادة على الشهادة. فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك. فإذا الإعلان كأنهم قالوا أعلنوا، هذا يكفي عن الشهود بالفعل إذا كان أعلنوا. لكن هل هناك كان حاضرا عند أعلنوا عند النكاح أم بعدما تم النكاح قالوا نكح فلان وفلان؟ طيب من الذي شهد؟ الولي إذا قال، الزوج إذا قال، قالوا يكفي. الزوج يقول أنا تزوجت مع فلانة، والولي يقول أنا زوجته موليتي إلى آخره، فقالوا إن هذا يكفي. هذا مما ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله، وهو قول مالك بن أنس وغيره. هكذا قال إسحاق بن إبراهيم. من يكون هذا؟ إسحاق بن إبراهيم، وهو ابن راهوية رحمه الله، فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق. هذا لم اتفق فيه، لأن اختلفوا فيه هل لا للمرأة دخل في الشهادة في النكاح أو لا. أولا كاد أن يتفقوا أن الولاية لا يكون للنساء، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتكلم وتنسج القضية وتكمل جميع الاتفاقات وكذا، وأن فلانة بنت فلان يتزوج معك وكذا، لكن مباشرة النكاح ما كانت تباشر، ما كانت تجلس في الشهادة ولا في الولاية. فقيل لها في ذلك، قال تأتي الرواية أظن ليس للنساء في النكاح شيء، يعني في عقد النكاح خاصة، لكنها كانت هي إذا جاء أحد في بنات عبد الرحمن ابن أبي بكر، ومعلوم أنه كان توفي أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر في حياتها، وعلى هذا قالت: وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة ما. فكانت هي تلي بنات عبد الرحمن بن أبي بكر، فكانت تتكلم حتى جاء ذكر أن جاء أحد يخطب إحدى بنات عبد الرحمن بن أبي بكر، فضربت بينه وبينها سترا وتكلمت وكملت الكلام، ثم أخذت أحد الرجال وقالت: لي النكاح، لي النكاح، ولي، يجب أن تكون وليا للنكاح. فقيل لها في ذلك، فقال: ليس للنكاح، ليس للنساء في النكاح شيء، وبهذا اللفظ يأتي إن شاء الله. فالحاصل على كل حال، الآن يتلخص في هذا الموضوع أن الشهود شرط، وقد أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والولاية قد ثبتت بأحاديث صحيحة واضحة، ما حق ولا استقام أن ينكر أحد اشتراط الولاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة بصيغة الأموم نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، في حديث صحيح. فبذلك على كل حال ولاية شرط، كذلك الشهود شرط بإجماع الصحابة، ويؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح أيضا، وقالوا أقل إعلان هو استشهاد شاهدين. ثم مسألة ثالثة، هل إذا لم تكن إلا إذا لم يكن إلا شاهد واحد وهناك امرأة واحدة أو امرأتان هل تكفيان؟ بعضهم قال تكفيان، على ما قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وهو منسوب إلى الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية. نعم.
على كل حال، فإذا يعني الحديث هذا لم يصح مرفوعا إلا أن أقوال الصحابة وإجماعهم قد يكون فيه الدليل، والله أعلم في هذه المسألة. نعم، وهو الأقوى قولا. ثم بعد ذلك قال الإمام: ما جاء، باب ما جاء في خطبة النكاح، خطبة النكاح. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال: حدثنا عبثر ابن القاسم، أبثر ابن القاسم الزبيدي مضى بنا وهو من الثقات، عن العامش سليمان بن مهران، عن أبي إسحاق، هو أبو إسحاق محمد، إيش اسمه؟ أبو إسحاق السبي، عمرو بن عبد الله أبي إسحاق السبيعي، أن أبي الأحوص هو سلام ابن سليم من الثقات، عن عبد الله، نعم، عن عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، أبو الأحوص سلام ابن سليم، نعم، أبو بن مالك ابن النضلة، هذا ليس أظن سلام أبو الأحوص. هل عندكم شيء فيها إشارة؟ على كل حال سلام ابن سليم الحنفي أيضا هو أبو الأحوص، وفيه عمران، لا أبو الحسين، لا لا أبو الحسين ذاك. على كل حال الثقات كلهم أثبات، عن عبد الله قال، عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال: التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة، في الحاجة الظاهر أي حاجة، إذا كان حاجة الموعظة، إذا كان حاجة النكاح، وجاء في روايات أخرى حاجة النكاح وغيرها وغيره. نعم، فالتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله، وفي بعض الروايات زيادة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. قال عبثر: ففسره لنا سفيان الثوري، سفيان الثوري من ما هي الآيات الثلاث؟ سفيان الثوري وهو تابع التابعين، أن له أن يفسر لنا، لأنه جاءت روايات أخرى كان يقرأ الآيات الثلاث في خطبة الجمعة وغيرها أيضا كما جاء فيه. وقال: اتقوا الله حق تقاته، وهو: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآيات الثلاث في هذه الرواية فسر لهم، قال عبثر، أبثر بن القاسم روى هذا عن سفيان الثوري أيضا، ففسر لهم وذكر لهم ما هذا الحديث عن طريق العامش عن أبي إسحاق، عن طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص، إلى ذكر هذه الآيات الثلاث أيضا. كذلك جاءت طرق أخرى لذكر هذه الآيات الثلاث. وهذه الآيات الثلاث في الحقيقة لها معاني كبيرة جدا في كل اجتماعات الناس، إذا أراد أن يعظ الناس فأعظم موعظة في هذه الآيات الثلاث: تقوى الله، وصية الله في الأولين أو للأولين والآخرين، فإذا اتقى الله تعالى إن شاء الله فلا يزيد ولا ينقص. جزاك الله خير. أبو الأحوص عوف بن مالك النضلة، ابن النضلة، هو أنا أريد أن أعرف أنه هل فيه هو يعني تصريح بأنه هو صرح ولا ما صرح؟ لحظة نشوفه.
لا يروي عن عبد الله بن مسعود. طيب يعني إذا كان طيب على هو عوف بن مالك هو أبو الأحوص، شوفوا لنا الترجمة الله فيك. على كل حال تنظروا فيها، جزاكم الله خير. أيوة، عوف بن مالك الخبائري، هذا غير أبو الأحوص. عوف بن مالك بن نضر الجشمي، أبو الأحوص الكوفي عن بني جشم ابن معاوية ابن بكر إلى آخره، له الصحبة، وروى عن ابن مسعود وابي مسعود الأنصاري وابو موسى الأشعري وعمير ابن حميد. طيب هنا هذه هل صرح بهذا؟ وابو الأحوص سلام ابن سليم، انظروا فيه، انظروا فيه تشوفوا لي رأيته. نعم، فإذا على كل حال الثقات الأثبات. نعم، ابو الأحوص سلام ابن سليم، ابو الأحوص عوف ابن مالك ابن نضلة. نعم، أيا كان على كل حال، فإذا الإسناد صحيح، والآيات الثلاث لها مناسبة عجيبة جدا، خاصة عند النكاح أيضا، لأن الناس إذا لم يتقوا الله تبارك وتعالى فيكون لا اجتماع بين المرأة والزوج على خير. كذلك ليس اجتماع بين الزوج والزوجة فقط، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ففيه استرحام، أو أن الله تبارك وتعالى يطلب من الناس أن يتراحموا فيما بينهم، لأنهم كلهم من نفس واحدة، وكلهم لهم قلوبهم ولهم شهواتهم ولهم رغباتهم ولهم يعني كرامتهم ولهم كذا، فكل واحد يكرم الثاني. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. فإذا الناس كلهم من قبيلة واحدة، يجب أن يتراحموا فيما بينهم. كذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كم من المفاسد يحصل بين الناس، بين الإخوان، بين الجيران، بين الناس فيما بينهم، لكلمات غير موزونة. الإنسان يتكلم بما أراد أو بما جاء في على لسانه، ولا يزن كلامه هل هو مناسب أو ليس مناسب. كذلك خاصة بين النساء والرجال ينبغي أن يكون الكلام يحترم لكل واحد الآخر، ليس كلاما جارحا وليس كلاما فيه استحقار، الزوجة لا تستحقر زوجها وبالعكس الزوج لا يستحقر زوجها. فهنا ليس كما ينبغي أن يكون، كما قال الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. قال أبو عيسى وبالباب عن عدي بن حاتم، قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن، ورواه العامش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن مسعود، ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، شعبة روى عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، لكن قالوا إن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه، ولا يعلل هذه رواية وتلك رواية، إن ضوفت هذه فالأولى صحيحة. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح، هكذا يقول الترمذي رحمه الله. الظاهر كلا الحديثين وارد، يعني ذاك صحيح وهذا وارد صحيح، بغض النظر أن يكون الكلام في سماع أبي عبيدة من أبيه عبد الله بن مسعود. يقول لأن إسرائيل جمعهما، فقال نبي إسحاق نبي الأحوص وأبي عبيدة عبد الله بن مسعود، يعني هكذا وردت الرواية، وقعت الرواية هكذا، لكن يأتي الكلام فيما بعد أن أبا الأحوص هو متصل أو اتصال حاصل بين عبد الله بن مسعود وأبي الأحوص، أما أبي عبيدة أما أبو عبيدة وعبد الله بن مسعود ففيه انقطاع، إلا أنه ما دام استشهد له تابعه أبو الأحوص فيكون حديث أبي عبيدة هنا صحيح، وإذا لم يتابع في أحاديث أخرى فتضعف روايته كما ضعف غير واحد من الأئمة. وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيرهم من أهل العلم. نعم، هذه مسألة
هل الخطبة شرط في صحة النكاح مثل الولاية مثل الشهود؟ لا، إذا كان ولي الشاهدان ويقول زوجتك ابنتي أو موليتي وقال قبلت وبمهر كذا وكذا وشهد اثنان فأخذ بيدها وذهب، قد تم النكاح ولا شك فيه أنه لا يقال إنه الآن بقيت عليه حرام هذه البنت وهو ليس حرام عليها، إلا أنه لا شك فيه العمل بالسنة هو الأفضل حتى تحصل البركة أكثر. نعم. ويدل على الجواز لا، يعني لا شك أن كل ما عمل بالسنة، السنة بمعنى التي هي لا شك القرائن تدل على أن السنة هذه ليست واجبة، السنة من النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون واجبة، ما هو كذا؟ لا نكاح بولي إلا بولي، ما جاء إلا بالحديث، فهنا اشتراط، لكن نقول إذا دلت القرائن أن الخطبة ليس بشرط، وقد استدل من أقوال الصحابة وقد استدل من بعض الأحاديث، هنا جاء حديث لكنه ضعيف، قال وقد قال بعض أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، يقول في الشرع ويدل على الجواز حديث إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبت، خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يقول خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد، أي صلى الله عليه وسلم، إن كان هذا في الحقيقة الطرق صحية، لكن أذكر أن هذه ضعفها لأنها قبل إسماعيل بن إبراهيم ابن علية راوي ضعيف، وإلا رجل من بني سليم قال خطبت، هذا صحابي، وإبهام الصحابي أو عدم معرفة اسمه لا يضر في صحة الإسناد في شيء. قال الحافظ تحت حديث سهل بن سعد الساعدي فيه أنه لا يشترط صحة العقد تقدم الخطبة، أين حديث سهل؟ يفرق بالأدلة، يفرق بالأدلة، أنت تقول قرن التشهدان، التشهد في الصلاة والتشهد في الخطبة، نقول الأدلة هي التي تفصل. فالآن حديث سهل بن سعد تذكرون الحديث الصحيح أن امرأة جاءت أتت النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ما أشار إليه لكنه قال حديث سهل بن سعد، ما هو حديث سهل بن سعد؟ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، ما هو كذا؟ فسعد النبي صلى الله عليه وسلم نظره إليها وصوبه فلم يجبها بشيء فجلست، فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها، هذا أدب، هذا أدب الصحابي، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، وفي رواية فأنكحنيها، قال ماذا تجد أو ما، قال ماذا تجد لها من صداق؟ قال ليس، لا أملك شيئا، قال اذهب والتمس ولو خاتما من حديد، فذهب ولم يجد حتى خاتما من حديد، فقال يا رسول الله هذا إزاري، ما كان له الرداء سبحان الله، عاري الظهر لكن قلبه حاضر يريد الزواج، نعم، فرضي الله عنه ورحمه، نعم رضي الله، فقال يا رسول الله هذا إزاري ليس له رداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها لم يكن، إن أعطيتها أي الإزار لم يكن عليك منه شيء، وإن هي لبست إن أعطيتها لم يكن، وإن لبستها ليس عليك منها ليس عليها منه شيء، سكت، يعني المهر لابد أن يكون للمرأة تأخذها، مو كذا؟ فإذا أخذت منك الرداء تبقى عريان، مو كذا؟ تبقى عريان، فكأنه جلس يائسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا، قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن، ليس في هنا خطبة، من هنا أيضا استدلوا قالوا خطبة ليس بشرط
لصحة العقد، وهذا قد يكون صحيح إن شاء الله، نعم، قد يكون راجح في المسألة، نعم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو هشام الرفاعي. أبو هشام الرفاعي هذا هو محمد بن يزيد بن كثير، قالوا إنه ضعيف في حفظه، لكنه جاءت الرواية من طرق أخرى، قال: حدثنا محمد بن فزيل وهو ابن غزوان ثقة، أنا عاصم بن كليب، أنا أبيه كليب بن وائل، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة. يعني الخطبة عامة، خطبة النكاح أو أي خطبة، ينبغي أن يكون فيها تشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد، مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كاليد الجزمة. اليد الجزمة لا شك فيها، فيها عيب وفيها مرض وفيها كذا، إلا أنه لا يؤخذ منه صحة اشتراط الخطبة. إذا كان الخطبة ليس فيها تشهد فهي ناقصة، كانها ناقصة، لكنه لا يؤخذ منه اشتراط الخطبة في التشهد، اشتراط الخطبة في النكاح، نعم. كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجزمة، في رواية أخرى. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، نعم. جاءت رواية من عدة ألفاظ أيضا: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، هكذا، هذا الطريق ضعيف. كل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد الله، كل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد الله فهو أقطع، هذا صحيح. فإذا ينبغي أن تكون الخطبة فيها تشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخره، نعم. باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. فإذا تلخص لنا في الباب الأول، وهو أن النكاح، أن الخطبة ليس شرطا في صحة النكاح، صحة النكاح الإيجاب والقبول والإعلان و يجتمع، لأن غربة إسناد واحد صحيح، وهو يكون حسن بمعنى عند قوم قد يكون والله أعلم، أو حسن المعنى، لأن عنده عدة تعبيرات: حسن صحيح، حسن صحيح غريب، حسن غريب، صحيح غريب. لكن إذا قال حسن فبين، قال: إذا قلت حسن فهو معناه أنه بعض طرقه ضعيفة، لكن لا يصل الضعف إلى، أو ضعف الرواة إلى اتهام بالكذب بس، فهذا يقوي بعضها بعضا، نعم. لماذا؟ إذا كان صحيح الإسناد، صحة الإسناد يلزم صحة المتن والله أعلم. إذا حكمت على الإسناد أنه، لأنه ما رواه، الحديث الصحيح ما هو؟ ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معرض الأشهاد فهو حديث صحيح. فإذا إذا كان الإسناد صحيح فالحديث يحكم عليه بالصحيح، لا يقال، قد يقال إنه حسن من حيث الإسناد لكنه صحيح متنا، لأنه يكون قد جاء متنه في البخاري وغيره وغيره، وهو بطرق صحيحة. إذا كان متن يخالف فهنا يأتي الشذوذ وغيرها، لكن إذا لم يكن هناك مخالف فيحكم عليه بالصحة قطعا. ثم بعد ذلك: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. استئمار استفعال، والسين للطلب، يعني يطلب منهم الإذن والأمر، كأنها تأمر، نعم. باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، أي يستأذن منها إذا أريد نكاحها بأحد. أولا، بداية نريد أن نزوجك، فإذا سكتت البكر أو الثيب نعم لا بأس فيها، فيبحث عن الشخص الذي يطلب يدها، ففي هذه الحالة يعرف عليها وينظر وتنظر إلى آخره، فإن قبلت وإلا يبحث عن أحد آخر. قال: حدثنا إسحاق بن منصور، وهو الظاهر إسحاق بن منصور السلولي، إسحاق بن بهرام كوسج، كلاهما على كل حال من طبقة واحدة، وهنا يبدو أنه إسحاق بن منصور الكوسج وهو من الثقات. قال: أخبرنا محمد بن يوسف والصنعاني
أنه قال حدثنا الأوزاعي عمرو بن أوزاعي اسمه عمرو بن عبد الله عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن شامي أن يحيى بن أبي كثير الدمشقي الشامي أنا أبي سلمة أوي بن عبد الرحمن بن عوف الثقة أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. الفرق بين التعبيرين لا تنكح البكر حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذنها الصموت، وفي رواية وإذنها صماتها. أما الثيب فهي لابد أن تصرح، هذا معناه. إذا قيل الثيب من هي؟ من فارقت الزوج بطلاق أم بموت الزوج، فهذه مارسة الحياة فلا تستحي كثير. أما البكر فتستحي، فإذا سكتت، وهناك في كتب الفقه تفريعات، فإذا بكت فالبكاء هل يحتمل الفرح للمنتهى ومن السرور بكاء قد يكون نعم، أو من الغم بأنها تفارق الآن رضيت وأنها تزوج وتفارق أباها وأمها إخوانها، فهذه مسائل بحثوا فيها. لكن إذا سكتت ولم ترد في حينها في الحقيقة فدل على أنها مترددة على الأقل أو راضية. لكن إذا كانت مترددة وإذا قامت من المجلس ما تسكت، تذكر من أمها أختها جاراتها أنا ما أريد كذا، فتنتشر المسألة. أما إذا سكتت وسكتت وسكتت معناه أنها رضيت. فصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إذنها الصمود، لكن بعد ما قامت وما سكتت إن لم تتكلم مع أبيها ربما تتكلم مع أخيها الصغير مع أمها مع خالتها مع كذا، فهذا واضح جدا في هذا المسألة معناه لابد أن تتراضيا الصيب والبكر، ولكل واحد منهما خلاف أو فرق بين الثيب. الثيب لابد قولي تريدين نعم، فكأنها تأمر نعم نعم. أما البكر فتستحي، ولذلك إذا سكتت يكفي، وهذا طبيعة الناس وفطرة الناس عليها بالحقيقة نعم. وقال وفي الباب أن عمر بن عباس وعائشة والعرس بن عميرة هكذا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم نعم. واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترضى بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ. وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن إسحاق أو أحمد وإسحاق إسحاق بن راهوية. هذه المسألة لابد أن يختلف فيها، لأن هناك أدلة أن النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بعض النساء، جاءت يا رسول الله إن أبي قد زوجني ابن أخ له يريد أن يرفع أبي خصيصته، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد رضيت ما فعل أبي، ولكن أردت أن أعلم أنه ليس للنساء ليس للبنات ليس للآباء على البنات حق، يعني كأنه إجبار والله أعلم. لكن جاء في قول العلماء أن الصغيرة إذا أجبرت لأنها ما تعرف هي ما تعرف مصلحتها والأب هو الذي يعرف، لكن الذي يظهر والله أعلم إذا كانت هي تفاصيل إذا كانت هي تختار فاسقا الأب له حق أن يمناها، وإذا كان الأب يختار فاسقا لها حق أن يمنع أن تمنع أباها، وإذا كان رجل صالح ومع ذلك الصلاح ليس بلازم أن تقبل هي، فلا بد أن يعني يؤخذ رأيها، لأن المسألة مسألة الحياة هي الآن هل تقدر أن تحيا وتعيش معها طول الحياة أم لا تعيش. فلذلك الذي يظهر والله أعلم أن الراجح أن كلتيهما ثيبا وبكرا لا يجوز الإجبار عليهن أو عليهما، هذا هو الصحيح. غاية ما فيه
لا يؤذن لها أن تتزوج كما تريد رجلا فاسقا أو شيء، فالأب والأولياء لهم حق في هذا أن يجبروها، ابحثوا لها واحد آخر صالح، وإذا كانت تريد دارس، إذا كانت تريد صاحب ذا مال وكذا، فهناك يكون لابد أن يكون لها اختيارها ما صلاح الرجل. أما إذا كانت هي تريد فاسق، الآن سبحان الله بعض البنات تشتكي بكل صراحة بالتليفون وتقول إن والدي يقول أنا ما أبغى متوحين هؤلاء وكذا وكذا، هذا عنده لحية كذا وهذا كذا، وأنا أحب أن يكون رجل صالح وكذا. فإذا ماذا يقضي الإنسان في هذه الحالة؟ يقال للأب أنت لست لك حق في هذا، أنت كأنك يعني تريد أن تجعلها على طريق غير مستقيم طول الحياة، فبذلك في الحقيقة لها حق الاختيار في هذه الحالة، ولا تجبر ولا تجبر، فلا يجبر حتى ولو كان الأب. لكن إذا كانت هي تختار فاسقا فالأب يجبر، هذا ما جاء في قوله الإمام أبي أحمد رحمه الله في بعض أقواله أيضا بهذا التفريق. كيف مسألة إيش؟ أنتم تسمعون صوتي لأن ما شاء الله أصوات غالبة هناك. إذا كنت فهمت قل لي فهمني. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا قول لساكت، هذا كلام فارغ أمام الحديث، لا تقول هذا الكلام، لأن الحديث قال النبي ويذنها الصمات، فيجب أن في هذه المناسبة لا تقول هذا الكلام، فينسب إليها القول. وربما نقول ترى إذا سكت نحن نعتبر رضا، لأن النبي لابد أن تنبه، هي تنبه بأن إذا كنت ما ترضين قولي، وإذا سكت نحن نعتبر الرضا، وقامت مع هذا التفصيل كله فمعناها أنها رضيت. الفقهاء رحمة الله عليهم لهم معنى، لكنه بالفعل إذا كان شك في شيء لابد أن تحقق، ويقال لها إذا سكت أنت نحن نعتبر الرضا، فانظري ماذا تأمرين. نعم، هذا هو، شوف يقول أصل الأصول الحديث كما يقول الشيخ سالم سلمه الله، جزاك الله خير. على كل حال أيضا هناك مسألة قالوا لابد أن تستشيروا الأمهات في البنات، هذه مسألة لا شك أنه من حسن العشرة وحسن المعاشرة من الزوج أن يسأل أمها أيضا، لأن أمها قد تكون تعرف ميولها وتعرف رغباتها وتعرف كذا، فينبغي ألا تجعل الأم أو لا تجعل الأم في جانب وحامش، لابد أن يكون لها مشورة لحسن العشرة، وإلا فيما بعد ربما تجد في نفسها شيء إذا حصل خلاف، أنتم ما سألتموني وأنا أعرف بالموضوع وكذا. فهذه مسألة كأنها تدخل في الاجتماعيات العامة، وجاء في الحديث، لكن الحديث هذا الذي جاء فيه قالوا أنه ضعيف لم يثبت بإسناد صحيح، أمروا النساء في بناتهن. رواه أبو داود. قال الشافعي لا خلاف أنه ليس للأم أمر، لكنه على معنى استطابة النفس، على معنى استطابة النفس بأنها لا تجد في نفسها بنتي وما سألوني وأعطوا شخصا وكذا إلى آخره، وهذا أمر في الحقيقة ثقيل جدا على الأم. فقال البيهقي زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة، وقال الشافعي إلى آخره. على كل حال فيكون دخول النساء والأمهات لحسن العشرة لابد أن تسأل، ولأنها ربما هي إذا ما أخبرت ربما تحيك القضية ضد المسألة، وهذا وارد في مسائل تأتي، فيكون مسألة كأنها ترجع في هذه الحالة إلى العرف أيضا، ولا يقال أنه لم يثبت في الحديث صحيح، لم يثبت في الحديث، فإذا زوجت النكاح صحيح، إلا أن هناك قد أفسد قلب الأم بهذه الصورة في هذه الحالة، فيكون لها على كل حال مشورة، أو على الأقل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج للمشورة،
لكن قال الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر لأجل هذا المعنى. نعم. ولذلك قالوا إذا كانت ساكنة في التفاصيل قالوا إذا كانت سكتت فلا بد أن تخبر بأن حقها أن ترفض، وإن كانت إن سكتت وأنت كارهة فنحن لا نعرف، إن كنت كارهة لا بد أن تقولي، وإن كنت راضية فلا بأس تسكتي، لا بد أن يكرر عليها، وليس مرة واحدة هذا زوجك وهذا نزوجه معك إلى آخره وبعد ذلك سكتت، أعطوها فرصة أيضا لعلها تفكرنا. وهذا وارد بالفعل، إذا سكتت في مجلس الرؤية وهذا حصل، مجلس النظر إذا سكتت لا تسكت مع أمها مع أختها إلى آخره. قال ثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد هو البغلاني الثقة أنه قال حدثنا مالك بن أنس الإمام عن عبد الله بن الفضل النافع بن جبير. نعم. قال نعم، قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لأن الثيب لا تزوج حتى تستامر، وإن زوجها الأب من غير أن يستامرها فكرهت ذلك فالنكاه مفسوخ عند عامة أهل العلم. واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيره من الأب إذا زوج البكرة وهي بالغة بغير أمرها أي بغير إذنها فلم ترضى بتزويج الأب فالنكاه مفسوخ. قال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كره ذلك، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، لكن إذا ذهبتم تبحثون في أقوال الأئمة المذكورين إن شاء الله لا تجدون قولا واحدا في هذا، قد يكون هناك أيضا قول آخر، فالذي يظهر أن الصواب في أو الراجح لا نقول الراجح في هذه الأقوال هو أنها لها حق الفسخ إذا كرهت، أما إذا كرهت ثم رضيت مع الكره فهي على ما رضيت كما جاء في بعض الروايات. نعم. ولأن وراء ذلك في الحقيقة قد يكون، وليس بلازم أن تكون قد رضيت في المجلس ثم بعد ذلك ظهر لها شيء. ثابت بن قيس بن الشماس كان عند النبي صلى الله عليه وسلم على منزلة كبيرة، كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان دميم الوجه كما جاء فيه وكان قصير القامة، فكرهته جميلة بنت أبي سلول، قالت والله يا رسول الله لا يشتم رأسي وراسه ثابت بعد معاشرة، فمن الممكن أن يكون هذا وذاك، ولذلك ينبغي أن ينظر إلى حال البكر أيضا، تعطى فرصة ليوم يومين أو كذا حتى تفكر وتقدر ثم تفكر وتقدر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عبد الله بن الفضل النافع بن جبير بن مطعم بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سماتها. الأيم أحق بنفسها من وليها، من هنا مفهوم المخالفة، قالوا إن البكر ليست أحق بنفسها من وليها، لكن الأمور الأخرى وروايات أخرى تدل على معنى إعطاء الخيار لها أيضا، غاية ما فيه أن الأيم تصرح صراحة بأنها تنطق زوجوني أو لا تزوجيني، أما البكر فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن في نفسها وإذنها سماتها، والبكر سكوت الثيب والأيم سكوتها لا يكفي، لا بد أن تصرح. نعم، هذا هو الفرق بين الأحقية بنفسها، الله أعلم، لا فرق بين الاختيار لكل منهما. هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة وسفيان الثوري عن مالك بن أنس مع قتيبة بن سعيد. وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجوا به. الترمذي رحمه الله كأنه يشير إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومن معه أهل الكوفة قالوا أنه لا اشتراط للولاية، لا اشتراط للولاية كما قالوا، ولا تعضلوهن أن ينكهن أزواجهن، بأن النكاح نسب إلى النساء كذلك، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره،
ونسب النكاح إلى النساء، من هنا يستدل. لكن نحن نؤمن بأن الآيات تفسيرها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدى إذا جاء الحديث. فإذا لا دليل في هذا، الأيم أحق بنفسها من وليها، ليس فيه دليل أنه لا يشترط الولي. فرضنا أنها كرهت هي أو البكر، لا يجوز لواحد منهما أن يتزوج، أن تتزوج بنفسهما، لا بد أن يكون بالتراضي بين الولي والمزوجة. قال لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا نكاح إلا بولي، وهكذا أفتى ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح بالله إلا بولي. هذا من أصول التفقه في الحقيقة. الترمذي في الحقيقة له يعني فضل من بين الكتب الستة أنه يذكر آراء فقه المقارن ثم يعلمنا طريقة التفقه في الحقيقة بكل وضوح. الآن يقول وقد أفتى روي من غيره أن ابن عباس عن النبي، هكذا أفتى ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يكون منسوخ، من الممكن أن يكون نسخ الحديث، ما هو كذا. لكن إذا أفتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالف خاصة، فيكون هذا لا يترك قوله هذا، بل يقال إن هذا موافق للحديث وهذا تفسير للحديث. نعم. وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم على أيم أحق بنفسها من وليها، عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خزام، هذا الذي يشير أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي زوجني وأنا كارهة، حيث زوجها أبوها وهو ثيب فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. أما وهي ثيب، الرواية الذي أذكر أنه ليس فيه ذكر أنها ثيب، بل كانت إن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل على كل حال يعني ليس فيه دليل على أن المرأة تزوج نفسها بنفسها. ما حكم إيش؟ يجيزون، يعني المرأة إذا راحت وشهد لها اثنان يجيزون هذا. ولذلك الآن خاصة في البلاد التي لا تحكم بحكم الله، تذهب خاصة في الهند وباكستان، الآن جاءت مفسدة كبيرة جدا أن البنات تدرس، قد يكون هناك اختلاط فتحب هذه ويحب هذا، تحب هذا ويحب هذه، فيذهب الاثنان عند القاضي ويعقد بينهما على رغم عنوف القبيلة كلها. يجيزون كلها شرعا، قالوا أنه جائز، لأنه قلنا لكم أن هناك في وصول الشاسي بهذا اللفظ، قال لفظ صريح جدا، قال الخاص والعام، بحث الخاص وصول الشاسي وصول فقه الحنفية، وهو كتاب معتمد يدرس، ودرست أنا لفظا بلفظ، فكان فيه في بدايته قال في بحث الخاص والعام، قال الخاص مبين لا يحتاج إلى بيان، مثل وكذلك قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، خاص في وجود النكاح من المرأة، ثم بكل صراحة يقول فلا يترك العمل به بهذا المعنى المبين، لا يترك العمل به بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. بكل صراحة قطع الحديث قطعا وقرضه قرضا وقال لا يعمل به، لأن الآية تدل على وجود النكاح، حتى تنكح، ما قال حتى تنكح زوجا غيره، فعندهم هذا الشيء موجود. وليس دائما، في بعض الأحيان تجد أنهم يفسرون بالحديث الآية، لكن حيث يجدون موافقا لكلام علمائهم، ليس كلام الإمام فقط، كلام علمائهم، ففي تفقههم أو تفقه أهل المذاهب خلل كبير جدا، حتى في وصولهم أيضا، لو جلس أحد ينقه كثير من الأصول في الحقيقة يجد أشياء كثيرة. نعم. وأصل الوصول إذا ثبت الحديث فهو أصل برأسه، لا يحتاج لأن تنزل على أصل مفتعل،
نعم يجوز رغم على أنفك أنت وأنف الناس كلهم. نعم ما دام هم يحكمون يقول كيف يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم قال نكاحها باطل. نعم يجيزون. المشكلة يا أخي هذه المشكلة. نعم ولذلك نقول يعني قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. لكن المشكلة أن أصحاب المذاهب طول تاريخ الإسلام أنا دخلت لأني أنا مبتلى بهذا لما أروح الهند يأتي ناس ويناقشونني وكذا وخاصة الإخوان الحنفية عندهم تعصب عجيب جدا. أنا رتبت في نفسي قلت إن كان يوجد تعصب في المذاهب ففي الحنفية أكثر من أي المذاهب وإن كان يوجد في بلاد العالم تعصب ففي الهند أكثر تعصبا وإن كان في الهند تنظر إلى مقاطعات ففي الهند الشمالية أكثر شيء وفي الهند الشمالية اللي هي آخر شيء لكنو ودلهي وغيرها أكثر شيء وهناك مدرسة عندهم ديوبند مدرسة دار العلوم ديوبند. الآن إذا سألت عوام الناس والمدارس لها أثر مو كذا في تربية الناس ولذلك يقول أحد شعراء الهند يقول على المدارس الإنجليزية لما بدأ الناس يدرسون في مدارس الإنجليزية والهند كانت مستعمرة فكان واحد شاعر في الحقيقة مربي جيد وكلامه يعني حكمة قال أن هذه الكليات التي فتحت لكم الدولة تغير مجرى فكركم من الإسلام إلى الكفر ومثل قال أن المسكين فرعون بدأ يقتل الأولاد لما سمع أن ولدا من أولاده أو ابنا من أبناء بني إسرائيل يولد فيذهب ملكه. لو كان اهتدى مسكين إلى فتح الكلية كان ارتدوا كلهم وما يفكر أحد قلب حكمه. كأنه يقول هذه الكليات أو المدارس لها أثر وطبعا هي التي تصنع العقول. فالآن في الهند إذا ذهبت تسأل واحد يرعى الغنم أو واحد يحفر الأرض في حرث يحرث أرضه من أي مذهب أو من أي مسلك أنت يقول أنا ديوبندي ما يعرف أنه حنفي. نعم فهؤلاء الإخوان الديوبنديين عندهم تعصب عجيب وأنا أقول هذا بدون استحياء وبدون أقول بضمانة علمية لأنهم في الحقيقة مخالفون جدا. الآن ترى لا يسمحون للنساء أن تدخل المسجد لا يجوز عندهم. طيب لما تأتي للحج أليس هذا مسجد؟ ما يجدون أي جواب. ولا يجوز لها أن تذهب إلى العيدين والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ما هو كذا عن أم عتية الأنصارية رضي الله عنها قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور. قالوا لا يجوز في مذهبنا أن تخرج النساء إلى العيد. فالذين يخرجون أنا قبل سنتين تقريبا أرسلوا لي قالوا إيش رأيك فيها وكذا الإخوان قالوا نحن نريد إحياء للسنة نصلي معهم لكن قالوا لا يجوز لكم أن تصلوا معنا إذا جئتم النساء. النساء قال نحن نعمل التزار والستر وكذا والأستار ويصلون معنا على السنة. قالوا لا ما يجوز لنا في مذهبنا. فسألوني قالوا إحياء للسنة هل نصلي في المسجد؟ والله أنا كتبت لهم ثم لقيت الشيخ فوزان سبحان الله فمثل ما قلت له قلت إحياء للسنة صلوا إن شاء الله في المسجد أنتم ودبروا للنساء هذا المكان. سألت الشيخ فوزان في أيام الحج كان جاء قال إحياء للسنة لابد أن يصلوا في المسجد هو قال هذا الكلام. فكتبت لهم مرة ثانية أيضا فنقول سبحان الله هذه المسائل من المسؤول عنها؟ فهم سبحان الله متعصبون جدا. نقول كما قال ابن تيمية رحمه الله اجعل المذاهب أي مذهبي يجعل المذهب ثلاثة أقسام مذهب. يقول ابن تيمية رحمه الله جاءني فقيه حنفي فقال إني أريد أن أغير مذهبي من الحنفية إلى الشافعية. فقال ماذا يفيد؟ سأل الثاني أيضا الصوفية قالوا اتجه إلى الله تعالى ماذا يفتح الله عليك؟ قال ابن تيمية رحمه الله أنا أقول لك قال أنا أستشيرك ماذا تقول أنت؟ سألت الناس
فقال أقول لك اجعل المذهب ثلاثة أقسام، قسم له دليل من الكتاب والسنة فأفت به بكل انشراح صدر، وقسم ليس له دليل فلا تفتي به، وقسم هو اجتهاد الإمام فأنت أفتي به أو لا تفتي. أي إمام تفتي بمذهبه أو إمامك الذي أنت وجدت على إمام على وصول الإمام أحمد بن حنيفة إذا كان أحد من العلماء أفتى به أفتي به. فقال جزاك الله خير، فهم. فهذا هذه النصيحة لكل من ينتسب إلى مذهب في الحقيقة، نعم، لأن مذهب المذاهب هو مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعض مشايخنا الشيخ محمد تقي الدين الهلالي جاء الشخص سبحان الله وبكل جرأة، يعني في المسجد، كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعد المغرب له بعض الأيام دروس لصحيح البخاري، فجاء لأنه يقرر أشياء يعني موافق للحديث. قال من أي مذهب أنت؟ فماذا أجاب الشيخ؟ ماذا تذكر تقدرون أو تقدرون؟ ماذا أجاب الشيخ؟ غضب شوية، قال لا أعرف المذهب إلا ما جاء في الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء أباد المذهب. الشيخ قال هذا الكلام، قال لا أعرف المذهب إلا بمعنى ما جاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء أبعد المذهب. لكن نقول لا، المذاهب لها إن شاء الله احترامها، بمعنى المتفقه لا ينظر إلا في الأدلة ثم إلى فهم الأئمة رحمة الله عليهم، أقرب ما يكون من الكتاب والسنة هو الذي يأخذه، ولا يعطل هذه المذاهب في الحقيقة، يستفيد منها المتفقه الذي يتصدى للفتوى وغيرها، أو الذي يريد أن يكتب شيء نريد أن يأخذ راجح، لكن ليس على فهمه فقط في النظر في الحديث ولفظ الحديث، ربما غاب عنك حديث وفتوى صحابي وكذا وكذا إلى آخره، أو نسخ منسوخ. فلذلك يجب أن ينظر إلى جميع المذاهب الأربعة والخمسة، لا تحمشوا الظاهرية أيضا، بالحقيقة لهم أدلة ويرشدون إلى الأدلة قوية جدا. نعم، هذا الذي نؤمن به وهذا الذي تعلمنا من صغرنا على مشايخنا رحمة الله عليهم. نعم، العوام ليس لهم مذهب خاص، يجب عليه أن يسأل العالم المعروف. الإمام أحمد رحمه الله سئل قال إذا كان هناك في المدينة عالمان أحدهما يفتي بالسنة وهو قد لا يميز كثير من الحديث الصحيح والضعيف، اسمه هذا الكلام منقول، وأنا كتبت في كتابي الاتباع ووصول فقه السلف، الاتباع كتيب صغير، رأيتم ولا ما رأيتم؟ نعم، والظاهر نفذ هذا، ما يوجد قديم، يعني توبي قبل 5 سنوات. فقال الإمام أحمد سأل السائل عندنا من يفتي بالحديث وليس عنده بصر بالحديث كثير، وعندنا يفتي بالمذهب، قال استفت من يفتي بالحديث. فنقول لا، الآن إن شاء الله الناس وأنتم شهداء الله على أرضه، الناس معروفين، هذا يفتي بالمذهب وهذا يفتي إن شاء الله بالتحري بالسنة والراجح كذا، فلا يحق للعام أن يسأل إلا من يعلم أنه يفتي على الصحيح على السنة. وإن أخطأ صاحب السنة وإن أخطأ المفتي فالأجر له في عمله، والمفتي له أجره إن شاء الله إذا كان متأهلا للفتوى. فلا يسأل يقول لا يجوز المستفتي أن يقول أفتني على مذهب كذا، أبدا، ليس لم يجعلنا الله على أو لم يخلقنا على مذهب خاص، إنما خلقنا الله كما خلقنا لعبادة نفسه، خلقنا لطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك الناس ينبغي أن يفهموا كثير بالحكمة والميزة الحسنة، لأن الآن هذا ذاكر نايك مسكين لماذا مبغوض عليه، مبغوض ومغضوب عليه، مطرود من الهند ما يقدر يدخل، لأن خاصة وأنا أقول يعني الوحدة على هؤلاء العلماء الذين منهم علماء وديوبند أيضا أفتوا بخلافه، ولأنه ما كان يقول أنا ما أقول لنفسي أني سلفي على الحديث، يقول عمل بالكتاب والسنة، عمل بالكتاب والسنة. فالآن يعني سعوا حتى أغلقوا قناته، قناته كان مفيد جدا،
لكنه على كل حال. وكم كان يسلم ناس كثيرون، فالآن مطرود من هناك، لا يمكن أن يدخل في الهند، لو دخل في هنيه يمكن يسجن، لأنهم اجتمعوا الشيعة، لأنه قال مرة، قال يزيد قال يزيد رحمه الله، فأقاموا عليه قضية في المحكمة، قال يزيد رحمه الله. والإخوان الآخرون شكوا أيضا أنه يعني يخالف عامة الناس. الله المستعان. هذا الشيخ أبو الحسن علي الندوي ماذا تعرفون عنه؟ أنا أريد أن يعرف الناس حتى يعني يحدوا من شدتهم ويخففوا من شدة وطاعتهم. الشيخ أبو الحسن الندوي تعرفونه، قبل موته بثلاث أو أربع سنوات أرسل الخطاب إلى جميع علماء المملكة، احفظوا مني، والخطاب معي موجود، أرسل إلى جميع علماء المملكة، منهم الشيخ السبيل، الشيخ سديس، وفي الرياض أرسل، أن في الهند 99% أو 90% أو الأكثرية هم على مذهب الحنفي، وهناك ناس يشوشون على الناس باسم السنة وباسم نشر السنة، وينبغي لهم أن يمشوا مع عامة الناس، وهم يتقوون بكم، يقول كذا، يعني يحصلون قوتهم بالمملكة وعلماء المملكة. فنرجو منكم أن يعني إما أن تغيروا، يعني نتيجتهم تغيروا أيضا فكركم، لأنهم الذين يدعون إلى الكتاب والسنة، نرجو منكم أن تفهموهم أو كذا. هذا خطاب موجود عندي، والشيخ السبيل أعطاني رحمة الله عليه هذا الخطاب. الشيخ سديس نفسه سأل، قال إيش الشيخ أبو الحسن كنا نفهمه على غير هذا؟ ولذلك جاء كتاب، كتب صلاح الدين مقبول الشيخ أبو الحسن الندوي وجه آخر، هنا يعرف شيء نفسه على شيء هناك. هذه كلها أنا أذكرها لوجه الله تعالى، أن نعرف أن كبار الناس في الهند الآن ضد الدعوة إلى الكتاب والسنة، والآن ممن يرثه من قبيلته أيضا على كلها ليكفر المشايخ هنا ويتكلم. وكل هذا نقول لأجل أنهم يخافوا الله تعالى، وأنا كتبت كتاب وأرسل لهم بلغة أردو الآن يطبع إن شاء الله، نصيحة لهؤلاء كلهم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نہیں، اگر اس حالت میں ہے تو ان کے لیے معاف ہے، اگر پاک ہو لے رہی ہیں تو آ کر کے کریں گے، نہیں تو معاف ان کے لیے. کوئی دم وغیرہ بھی نہیں دینا، کوئی دھوکہ نہ دے آپ کو، نہیں کوئی بھی دوسرا بھی نہیں کر سکتا ہے. جی جی تمام. نہیں، یہاں سوال کرتے ہیں ایک بھائی اور، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کے ساتھ بھی نماز پڑھی اور بغیر رفع یدین کے بھی، یا صرف رفع یدین کے؟ میں ایک حدیث اور قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے، علم ناقص ہونے کے باوجود بھی جو دعویٰ کرتا ہوں وہ یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایک نماز بھی بغیر رفع یدین کے ثابت نہیں. یہ چیز یاد کر لیجئے، پیارے رسول نے ہمیشہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی، اور آپ نے کہا ہے کہ جس طرح مجھے دیکھتے ہو صلات پڑھتے اسی طرح پڑھو، صلو کما رأیتم نی اصلی. کیا ٹخنے ہر وقت ننگے ہوں یا صرف نماز کے وقت؟ نہیں، ہر وقت ننگے ہونے چاہیے ٹخنے، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک مومن کا تہبند وہ آدھے پنڈلی تک یا زیادہ سے زیادہ ہو تو ٹخنے کے اوپر، اور جو اس سے نیچے ہوگا ما اسفل من الازار فہو من الکعبین فہو فی النار، جو ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں لے جائے گا. ننگے سر نماز پڑھنے کے بارے میں بتائیں، ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی جس طرح اپنی زینت کے وقت میں کہیں بھی ہوتا ہے اچھے سے اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے سے اچھے خوشبو وغیرہ لگا کر کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذو زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت، ہر نماز کے وقت اچھی زینت کی چیزیں لے لو. لیکن اگر کوئی ننگے سر پڑھ رہا ہے یا کسی ملک میں ننگے سر ہی رہتے ہیں لوگ، تو انشاءاللہ نماز میں کوئی خلل نہیں. کیا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے لازم ہے؟ جی ہاں، حدیث رسول ہے کہ جس شخص نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. اب آپ سوچیں، جی مذاہب کا اختلاف اپنے ذہن میں رکھیں. جی، هل يجوز للمرأة أن تقول للرجل ما وهبت نفسي لك؟ الآية أنت كأنك ما هو مقرر عليكم ولا إيش؟ سئل الطالب عن آية في كتاب الله، قال هذا ما هو مقرر علينا، يعني ما أعرف. قيل له وطالب آخر
قال كان يسمع المحاضرة ويقرأ أيضا. قال اسمع المحاضرة والكتاب ما تقرأ فيما بعد. قال أنا أسمع وأقرأ. قال ما قرأت قول الله تعالى ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه؟ قال هذا مو مقرر علينا. الآن الآية الكريمة وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ماذا بعدها؟ خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. قلت شيخنا المدارس لها أثر كبير في التربية، فماذا تنصح طلبة العلم بالتدريس في المدارس مع وجود مخالفات كالوقوف للعلم؟ حنانيك بعض الشر أهون من بعض، إذا لم يكن هناك اختلاط وغيرها فحاولوا إصلاح وقوف للعلم وغيره إن شاء الله، لكن لأجل هذا لا تمنع الطالب حتى يبقى في بيته جاهلا ربما يكون مفسد. نعم، نحن إذا قدرنا نقول هذه كلها لا يجوز، لكن إذا كان لأجل هذا تمنع الطالب أو ابنك ليس بصحيح. حاولوا، والناس نرجو من الله أن يأتي الله بقوم يجعلون على السنة كل شيء. هل مخالفة الخوارج ينقضوا الإجماع؟ لا، الخوارج لا اعتبار لهم في الإجماع قطعا. أخذت شهادة لغة إنجليزية بمساعدة مدرسين المعهد، وهل استفيد منها؟